اول حاجه السلام عليكم، كيف مسيتوا؟ ان شاء الله طيبين كلكم كده، ناس الكبار والصغار، امهاتنا ابهاتنا، ان شاء الله طيبين. نمسي عليكم ونقبل الايادي، بس الناس الكبار زي 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 زي, زي التاشيره بتاعت مصر فوق 49. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. عمار عبد الله قال لي يتكلم عن حي المطار. حي المطار يتكلم عنه الاسود الاشاوس، او لمس طلعنا بالدعامه صوله، قلنا لهم حي المطار اتحرر وما عارف ما عندكم حته وبتاع وشنو، طلعنا بهم صوله. بس الليله هم قاعدين مستكينين، استلموهم فرقه تاسعة محموله جوا، انزال يا صاحبي. والناس زي اقسم بالله العظيم كاتمه فيهم بكل الاتجاهات، وجايهم جيش من كل الاتجاهات، وهم عارفين الكلام ده، وحس اي حته فيها ناس هم بخشوا فيها. والهدنه بتاعتهم الثلاثه يوم دي ما بكره بتنتهي، حس قد ايش جابوا الايجاد عشان يدوهم ثلاثه يوم مهله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شنو في الايجاد؟ نقرا الخبر يعني عشان الناس تشوف. احنا طبعا ما سياسيين وما عارفين، فكنا نايمين صحينا. قناة النيل الأزرق، عاجل القيادة العامة للقوات المسلحة، الأربعاء 26 أبريل 2023، الزمان 9:10 مساء. تسلم السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مبادرة منظمة الإيجاد، التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان، كينيا، جيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية، وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة الميليشيا المتمردة إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة. وقد أبدى السيد القائد العام موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية، مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. البيان ده طبعا فيه أول حاجة إنه القائد العام استلم المبادرة، استلمه وين ده موضوع، استلمه كيف ده موضوع. أسئلة والإيجاد عاوزة تتصل بالبرهان بيتصلوا به عادي، يعني تلفوناته ومدير مكتبه والوسائل الاتصال حقته عادية، ولا عنده حاجة مشفرة جديدة؟ دي حاجة يعني، فدي هي طبعا ما بتهمنا، بيهمنا إنه حميدتي ده بيتواصل مع القنوات كيف؟ بيضربوا له في تلفونه، ولا هو اللي بيضرب، ولا مدير مكتبه بأمنوا له خط آمن، ولا كيف؟ لأنه قناة الحدث الأكبر، يعني قناة الحدث الأكبر اللي هي فرع من قناة العربية، كلهم بتاع محمد بن سلمان. طبعا معليش اخوانا الليله انا داخل بطريقه مختلفه في اللايف ده، وشكلي ركبت فيه ماسورة، يعني عامل حركه والحركه شكلها ما نجحت. ف الصوت ماله، الصوت ماله، هو متأخر شوية، لكن بالنسبة لي متأخر لأنه أنا اتكلمت عن الفرقة التابعة قبل دقايق. صوت ممتاز مهمان، خلاص تمام. البيان بتاع الإيجاد اللي هو طلع قبل شوية وعمل بلبلة في الميديا، يعني انه البرهان استلم المبادرة حقت الإيجاد، ما في مشكلة. المبادرة بتقول شنو حقت الإيجاد؟ ما فيها تفاصيل فيها، عشان انه نقعد يتفاهموا، عاوزين موفدين، واحد من القوات المسلحة، واحد من الدعم السريع. حيقعدوا في مدينة حيادية، هو اقترحوا جوبا، تمام؟ مبدئيا قبل ما يتفاهموا دارين يمددوا المهلة ثلاثة يوم تاني. ثلاثة يوم في صالح الجيش ولا في صالح الدعم السريع يا اخواننا؟ سريع.
الثلاثة يوم في صالح الدعم السريع. أي هدنة، أي هدنة في السودان الآن هي في مصلحة المتمردين الغزاء جيش الاستعمار، أي هدنة في مصلحتهم. الناس الآن محتلينهم، محتلين بيوت، مقفلين عليهم الشوارع، تمشي بعربية في ارتكاز ما تقف لهم، برصصوك، ترجع بيتك حس تشيل ورق، بتلقى البيت كله تكسر، اتسرق، بتلقاهم حايمين في الحلة دعم سريع، محتمين بالمواطنين وماخدين المواطنين دروع بشرية، زي ما حاصل كان في حي المطار، والحمد لله تحرروا كلهم، والأسر حقتهم تحررت، والقادة تحرروا، فبعد التفاوض بيكون مختلف. يعني ممكن تربط مثلا تحرير الرهائن مع الإيفاد بتاع الإيجاد، وإحنا مفروض ننط فوق، حتى لو كانت إنه العملية دي تمت مقابل الإيجاد دي، وإنه البرهان استلم الورق حقتهم يفكوا الأسر، الموضوع ده ننط فوق ولا في اثنين ثلاثة، مش فكيف يسرون يترجموا الدعم السريع. الدعم السريع ده لازم يموتوا، بس ما عندهم اي حاجة في النص. والمسألة بتاعت انه احنا شرطنا واحد، لا في هدنة، لا في مهلة، لا في تفاوض، لا في اي حاجة. موضوع ده يا اخواننا تخد سلاحك مقابل العفو، غير كده عندك شنو؟ الطلقة بس. يا اما الحل يا اما البل، ما الاثنين الحل في البل، لا لا لا، الشعار تغير، الحل والبل بس، تتبلى او تحل القوات حقتك. الشعار حقنا كان الحل في البل، لا لا، البل او الحل، تملص الكاكي حقك، تتختم في ظهرك، فهمت؟ انك ما تدق كاكي تاني في البلد دي، تمشي زراعة بس. ما في حاجة اسمها دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، الحاجة دي ما حتحصل، ولا دمج الحركات المسلحة. وحس كده تبتوا وعرفتوا الدرس، هسي وين قوات عقار دخلت في في في, في الجيش عشان تيجي تقول لي بعدين دمج. نواصل في الموضوع بتاع البيان بتاع الليقات. الليقات دايرة تدي الدعم السريع مهلة، وفي نفس الوقت اتعاملت مع الدعم السريع انه طرف بتاع عنده حق. يعني انت لما تيجي تقعد معاي تحل المشكلة، معناها انا اول حاجة اعترفت بيك انك صاحب حق. اللي بيعمل فيه الدعم السريع انك انت لما تتراجع خطوة هو بيتقدم خطوة، فلما نقعد معاه في طرابيزة نتفاوض بيبقى حميتي والجيش طرف، الجيش طرف وحمايتي طرف. لما تتفاوض معاه في كيكه حيقسموها في النص، حيتفقوا على بعض الوزارات، حيتفقوا على بعض المناطق، حيتفقوا على مناطق نفوذ، حيتفقوا على مناطق قبائل، حيتفقوا على صلاحيات، حيتفقوا على وزارات، حيتفقوا على مؤسسات اقتصاديه، حيتفقوا على برنامج تعليمي، حيتفقوا على منهج تعليمي، حيتفقوا على وزاره الخارجيه، العلاقات الخارجيه. الكلام ده يا اخواننا ما بيحصل ولا حنتفاهم فيه. اول حاجه ما تدخل لي كلمه لا للحرب، نعم للسلام، نعم للتفاوض، حقن الدماء دي خليهم لي. المساله الاولى انه انا اقعد مع الدعم السريع اتفاوض معه، انا اعترفت به صاحب حق، والكلام ده ما حاصل. الحاجه الثانيه، في ناس لازم اعلنوا موقفهم الان، لانه انت ما دام تقعد في تفاوض فلازم موقفك يكون واضح. القوى المدنيه في السودان، انا لقيت بيان بتاع كسله، القوى المدنيه في كسله كلها اعلنت انحيازها للقوات المسلحة، تمام؟ أعلنت انحياز القوات المسلحة. دائرة الأحزاب حس تطلع لي بيان واضح، عشان بعدين يا أخواننا ما نخش في المشكلة اللي خشينا فيها في مجلس السيادة لما كان في مدنيين وحركات مسلحة. قمنا سألنا الأستاذ محمد الفكي، قلنا له يا محمد الفكي، هل عقار ده الآن محسوب على نصيب المدنيين ولا محسوب على نصيب العساكر؟ محمد الفكي ما جاوب، وحسي هو ما عرفه مات ولا وين اختفى. عمل لنا تغريده ورينا انك حي، بس يعني انك تشارك ده انساه. فالمدنيين الان ما دام في تفاوض وايجاد، عشان ما بعد العساكر بيقول الان هم ماسكين طرفي التفاوض، ما في مدنيين في النص، فدارين نعرفكم انتم شايتين مع الدعم السريع بوضوح، زي الموقف بتاع حزب الامه الامس اللي قالوا عروه الصادق، ولا عندكم راي؟ اي زول قاعد في السودان وقع مع العساكر في الفترة الفاتت وقاعد معاهم في التسوية وفي الإطاري وقاعد تفاوض، ادينا موقف واضح. ما ممكن احنا المواطنين نكون أرجل منكم. الأحزاب كلها مخندقة وقيادات برا السودان. محمد عثمان المرغني لما طلع من السودان، أنا طلعت لايف قلت الزول ده مارق، معناه في كفوة جاية، هو عارف إنه في كفوة جاية. محمد عثمان المرغني، أنت مع الجيش ولا الدعم السريع؟ لأنه الموضوع ده حيقعدوا تفاوض الجيش والدعم السريع، أنت نصيبك حتاخده من وين؟ أنا دار أطمئن على نصيبك، موقفك البطولي والتاريخ انا ما دايره، داير اعرف نصيبك انت حتاخده من منه، من الدعم السريع ولا الجيش؟ فمن حسي لازم تكون واضح. الجيش والدعم السريع كانوا واحد،
اسمهم المكون العسكري، الان هم اللي بتقسموا السودان. اذا قعد الجيش مع الدعم السريع اعترف بحق الدعم السريع في السودان، والكلام ده ما حاصل، ما عندهم حق في السودان، ما عندهم حق في السودان. هيحصل تقسيم بناء على القبيله والاثنيه والاغليم، دي التقسيمات بتاعت الاتفاقيات يا اخوان، بتتبني على الحاجه دي. الدعم السريع بيمثل منه، قبيلته منه، جاي من وين، ساكن وين، محل وين، بيحصل التقسيم، ثروه وسلطه. تقال الاتفاقيه حتكون شنو؟ اتفاقية المساحات الأخذة دي حيتفاوض فيها، بيوتكم دي حسي بالنسبة له مكسب، ما حيطلع منها تاني. الأراضي اللي اكتسبها جوا الخرطوم ما حيطلع منها، فالناس اللي بيجوا بيقول لنا يا أخي نقعد للتفاوض ونقعد للإطاري والبرهان قاعد ينط والبرهان ما ينط، أنت فاهم شكل الاتفاق اللي حيتم ده حيكون شكله شنو؟ حيتقسموا السودان. التقسيم ده المساحة اللي حياخذها الدعم السريع تاني ما حيطلع منها، ما عندك وسيلة تطلعوا منها تاني. اعتراف علني بوجود الدعم السريع وحقه في السلطة وفي الثروة وفي السودان، والكلام ده ما حاصل. هم عساكر قوة أنشئت بقانون 2017، قوة مساندة للقوات المسلحة ذات أسلحة محدودة، نقطة عربي انتهى. التمدد بتاع الدعم السريع ده يترصص فيه البرهان، أسعي بعد الحرب دي ما تقيف، أول حاجة البرهان ده يمشي الدروة، نقطة عربي انتهى. أخونا عباس محمد الصحفي المقيم في قطر المحسوب على المؤتمر السوداني الداعم للإطارية قال، والداعم للدعم السريع قال قبل شويه الانقلاب الذي يجري هل حيصدر بيان ولا لا؟ يعني هو بمعنى الكلام يعني انه انا ما لقيت الكلام ده في حته ثانيه غير الاستاذ عباس محمد، عنده معلومه خطيره جدا انه في انقلاب الان يتم. الان يتم، هو كتبها كده، الان يتم انقلاب. حنسمع البيان ولا وقف ولا قال كده، يعني التساؤل هل الانقلاب ده مستمر ولا واقف؟ ما في زول عنده المعلومه دي الا عباس محمد. الانقلاب عامله الدعم السريع ضد الجيش، ولا عاملوا الجيش ضد البرهان، ولا عاملوا البرهان الجيش والبرهان ضد الدعم السريع وضد الحكومه الاطاريه وضد المدنيين وضد عاملوا منو يا عباس محمد؟ انقلاب في السودان الان في مصلحه الدعم السريع والاحزاب والمحاور. البرهان ده مش بيع ولا ابو ده، خلوه قاعد هنا اسبوع بس بالكثير، ما في زول يهبشه. اي انقلاب حسي دي معناها انت معاكس لموقف القوات المسلحه، داير زول يجي ينفذ قرار القوات المسلحة رافضاه. أي زول بيعمل انقلاب الآن معناها ماشي في خط الدعم السريع، ماشي في الإطارية، ماشي في تسليم البلد لياسر عرمان، ماشي في تسليم البلد لجعفر حسن. الجيش في الشارع اللي بيموت ده والشعب السوداني الآن الضحى، الكلام ده ما حيحصل، الكلام ده ما حيحصل بكل الفهم اللي في راسكم. يعني الشعب السوداني حتى الآن هو بيحافظ على دولته وعلى مكتسباته وعلى أرضه وعلى بناه التحتية على أرواحه. إحنا بنواجه في جنود، إحنا مدنيين بنواجه في جنود، البلد حقتنا، هم غزونا داري خربوا لنا بلدنا، إحنا بنحافظ عليها بالتضحية أو بأنه نسكت أو بأنه نركب الباصات نهرب، ده كله عشان نحافظ عليها. إذا وصلت المرحلة دي إنه حيحصل انقلاب على البرهان، هل البرهان لأنه حيقعد مع الإيجاد ولا أنتوا دارين تعملوا له انقلاب عشان يقعد مع الإيجاد؟ أنا ما فاهم، ما هو يا موقف يقعد مع الليقاد معناها قاعد مع الدعم السريع، قبل بشروط الدعم السريع، قبل بالتفاوض. طيب دار تعمل له انقلاب معناها هو رافض وأنت دار تجبره أو تجيب زول يعمل الحاجة دي، كلكم تمشوا الشارع، وإحنا المواطنين السودانيين ديل نوعيدكم بإذن الله حسي في البيان ده حنشيل سلاحنا ضدكم، ضد الجيش ده. بس هي ما بعد ذاك حرب أهلية ولا ما حرب أهلية؟ أنت جبت لي مستعمر استوطني الآن. الناس دي بتكتب في بيوت الان الدعم السريع شغال والام تلقاها قاعده تطبخ وبدون توب ذاته في المطبخ، خلاص ما بيقوا اسياد بيت، بيقوا رجال. يفتحوا الدواليب يطلعوا الحاجات بتاع، واحد امبارح جايب لبن بودره دار يعملوا لنا الغداء، قال فته بتاعت لبن، جايب لبن البودره وبتاع والعيش حقه ودخل للمطبخ للام وقوامه من السرير مشى سخنت المويه وظبطت لبن بودره، دارين يتغدوا فته بتاعت لبن بالطحنيه والدنيا، ايامكم شديد. انت دار تعمل تواصل في الموضوع ده؟ الدعم السريع ده يمرق من السودان ما من الخرطوم، لا ما حس، لو مرقنا من الخرطوم حيمشي بربر، لو مرقنا من بربر حيجينا في مدني، الاسبوع الجاي حيجي داخل دارفور، الموضوع ده لازم يتحسم. معليش يا اخوانا ما في ما المساله دي ما فيها تفاهم. الدعم السريع ده ينتهي تماما، حمايتي ينتهي تماما بعدين نجي نتفاهم. البلد دي الان في يد الرجال ديل، ما في مدني يتكلم، اي مدني دار يتكلم يورينا موقفه الان من القوات المسلحه واللي بيحصل. تجمع المهنيين طلع بيان أدان فيه القوات المسلحة وحمل نتيجة الحرب يا أخواننا.
امبارح شغلنا لكم فيديو كلام مريم الصادق، قالت يا اخي والله لو ما توقعت الاطاريه عند حنطور اليات اخرى. طيب جعفر حسن قال يا اخي والله ما نمشي للاطاريه، كلام ده يوم 23/1/2023، قال حنشيل السلاح. بابكر فيصل بتاع التجمع الاتحاد وعضو اللجنه المركزيه الحريه والتغيير قال والله يا اخي ما نمشي الاطاري، حتكون البديل الحرب. الليله يا اخي الحريه والتغيير بكل صفاقه بيطلعوا بيقولوا انه ما قلنا لكم الانقلاب ده وراه الكيزان، دليلكم شنو هسه فيها الحمد ابي طالع لايف مبسوط، دليلك شنو؟ قال فكوا الكيزان اللي في السجن، شنو يعني انا ما فاهم. اي يعني شنو فكوا الكيزان اللي في السجن؟ الكيزان اللي في السجن طلعوا بعد المساجين ما تفكوا يا سفيها الحمدابي بثلاثة يوم. انت كنت وين الفترة دي؟ ليه ما طلعت وقلت يا اخي الدعم السريع يا اخي امشي دوس لين الكيزان ديل دوس؟ كان عندكم هاشتاج، ليه ما مشيت دوستهم في الثلاثة يوم؟ حسي قالوا لك قاعدين في عالية، كلم الدعم السريع بكرة ارجم عالية، ما عندنا أي مشكلة معك، أركب البشير وأركب أي زول في العالية، تعرف الكلام؟ الدعم السريع مشى حاصر مروي، انت السفيه الحمدابي ما تكلمت، قلت لانه الوجود المصري. الوجود المصري جبنا لك فاغنر، ما قدرت تتكلم في فاغنر، حسي حمدتي اتكلم اليوم ذاك وقع بلسانه في العربيه حيشغله لك. قال يا اخي الوجود فاغنر ما عنده علاقه باللي بيحصل في السودان وعددهم كلهم 86 نفر. قال ما عندهم علاقه باللي بيحصل في السودان فاغنر. يعني اعترف بالوجود الاجنبي، اعترف باتفاقيه الدعم السريع مع فاغنر، ده كله انت الوجود الاجنبي ما قدرت تتكلم فيه. الدعم السريع حاصر جبرة، حاصر الخرطوم، جاب مدرعاته، الدعم السريع بيخرق الهدن، الدعم السريع بيضرب الناس في الشارع، الدعم السريع بيحرق البيوت، الدعم السريع مصور، انت ما قدرت تتكلم هسه فيها الحمدابي. الخيانة بتاعتكم واضحة، واحد، اثنين، في مصطلح اسمه الطابور الخامس. الطابور الخامس ده في الجيش يعني ناس يمشوا معاك لابسين كاكي وشالين سلاحهم وتابعين لك قوتك. أول من تصل مرحلة العدو بنط هناك بيبقى مع العدو ضدك. اسمه طابور خامس. الجيش حقنا ده فيه أكثر من 70% طابور خامس. عشان كده انت بتحس بالفرق بتاع العدد. طابور الخامس القوات المسلحه انه وصل القوات المسلحه تمديد تمدد الدعم السريع، ده طابور خامس. القوات المسلحه بقانونها بتقول الدعم السريع قوه مسانده، اي تطور في الدعم السريع يعتبر طابور خامس. اقاله الضباط الشرفاء طابور خامس. محمد صديق ده إقالته طابور خامس، ما داري درس عصر يتصدق من القيادات العليا بتاعت القوات المسلحة، ده كله طابور خامس. ما داري محمد صديق نوع محمد صديق، ما داري انه محمد سليمان، ما داري انه حامد، ما داري انه بيعتبروهم متمردين على المؤسسة وممكن بعد اسبوعين يعملوا عليهم انقلاب، في حين انه انحازوا للشارع ما اكثر وركبوا دوشكا حافظوا على حياة المواطنين، ده الغسم الحال في الضابط ده، ده طابور خامس. الطابور الخامس اللي في المدنيين ده الاخطر، ده الاخطر، ده اللي هو بيسيس المؤسسه العسكريه وبيسيس المؤسسه الامنيه وبيجعلها في خدمه الدكتاتور الواحد الفرد الصمد. الطابور الخامس لما يطلع عروه الصادق نكره ينسب الى نكره ولا يعرف منو عروه الصادق، يتكلم باسم السودان يقول اطلب من الامم المتحده حظر الطيران في سماء الخرطوم واطلب من الامم المتحده معاقبه وانزال عقوبات على القوات المسلحه. ده اسمه طابور خامس بتاع مدنيين. عروه الصادق ده نفسه اجاب لي الامم المتحده بالفصل السادس، لما جيت احاسبه ابي يتحاسب لي، قال لي يا اخي ما عندي معك شغله، حتى انا ماشي اجيب لك الفصل السابع. طابور الخامس تجمع المهنيين ينزل بيان يقول ادين القوات المسلحه وانها هي اللي بدت الحرب، في حين انه هو شايف انه الدعم السريع مش حاصر مروي. تجمع المهنيين ما طلع بيان، ده اسمه طابور خامس. طابور خامس انه يقول لك يا خلال الحرب يقول نفس الزول اللي قال لولا انه دعم الاطاري انا حامشي للحرب واطور اليات، ده طابور خامس. ديل المدنيين ديل اترصصوا قبال العساكر، قبال العساكر. طابور خامس لما نيجي يقول لي الانقلاب العمل البرهان، الانقلاب العمل البرهان والجيش، كيف يا تجمع مهنيين ويا وجد صالح ويا محمد التعاشي الجيش عمل انقلاب؟ كيف؟ انا مقتنع انك انت سايق الغنم حقينك ديل وتعلمت الشغله بتاعت الضام بوي حميتي، حميتي لما يسوق زول او زول يقتنع بحميتي او يعجب بحميتي، احنا حميتي ده في المعيار العام زول ما قاري ما متعلم ما مفروض يكون في المنصب ده، ما قلنا ما مفروض يكون حي ولا عايش، ما عندنا مشكله في الحته، المنصب ده حميدتي لا يمكن يقعد فيه لانه ما حيطورني.
لما تلقى زول بيحب حمايتي فتأكد انه عقلا فهما عقلا استيعابا اقل منه. انت ممكن تكون افهم من القائد حقك ودي شخصية كاريزمية كده وقيادية، فانت معناها حمايتي متفوق عليك، فانا ما بلوم حمايتي، بلوم الزول اللي بيتكلم. فتفضل قول قول دار تقول شنو انت؟ قال الانقلاب اللي عمله الجيش عمله كيف الانقلاب؟ نعم حتى الان الانقلاب اللي عمله شنو الجيش؟ البرهان في ثلاثة أربع حتات صرح قال أنا مع الاتفاق الإطاري وحنقعد نواصل في الموضوع ده، بس القوة المتمردة دي تسلم سلاحها ونجي نرجع تاني. ده ما شفت انقلاب. هسه هو قال شنو؟ إجراءات 25 أكتوبر، أنت شفت الكلام اللي اتقال فيها. الانقلاب اللي عمله ابن عوف اللي هو حس بيقولوا له الحركة الإسلامية قال شنو؟ قررت المؤسسة العسكرية استيلاء على السلطة والاحتفاظ برأس النظام في مكان. المصطلح شنو أنت عرفته كيف ده انقلاب؟ لانه شكل حكومه، ما شكل حكومه، المجلس السيادي للان ما تحلى، كيف انقلب؟ محمد حمدان دلقوا قائد التمرد حتى الان يحتفظ بمنصب نائب رئيس مجلس السياده، كيف انقلب؟ عقار حتى الان عضو مجلس السياده رغم انه عقار حتى الان لم يدن، قال احنا دارين نجمع الاخوان ويقعد اسمع هو شغل ما انت ما خطابه مالك ومالهم، جيش بيركب في جيش في شنو يا زول؟ وانت ذاتك متمرز زول سائل كلاش دار تنزل معاهم ولا دار قفل بلاتك دي عقر؟ انت ما خطب مالك وماله؟ خلي كلامك عقار حتى الان شغال في منصب المجلس بتاع السياده حتى الان موجود، كيف انقلاب؟ الانقلاب قالوه الحريه والتغيير قالوا بتين قالوا والله يا اخي لو ما توقع الاطاري احنا حنشكل حكومتنا. اي زول قال الكلمه دي من السياسيين انا عامل له سكرين في صفحته، دي اسمها انقلاب، ده اللي اسمه الانقلاب. انت ما شريك في السلطة يا ابا بكر فيصل ولا يا جعفر حسن، فلما تيجي تقول السلطة لو ما استجابت لي وعملت لي الحاجة اللي انا دايرة انا هاعلن حكومتي، اعلن حكومتي دي حكومة فوق حكومة اسمه انقلاب، هتوري الآلية اللي هتعلن بها حكومتك اللي هي الحرب والدعم السريع. فالان ثبتت فيكم انتوا كلكم مجرمين حرب زيكم وزي حميد كده. الانقلاب عمل الجيش كيف؟ اشرحوا لي، قول لي الجيش عمل واحد اثنين ثلاثة، ماله مالك الجيش؟ كان بينك وبين اتفاق اطاري. صح؟ الاتفاق التوقع النهائي ما تم. قالوا لكم يا اخي وسعوا الدائرة، قلت حنجيب فلان وفلان. اختلفتوا مع الاحزاب المدنية جوا الحرية والتغيير، جناح مناوي، جناح اردول، كان بينكم خلافات. الوسيط قاعد بينكم السعودي سيدكم كلكم قاعدكم. حندخل فلان حنطلع فلان بهناك الشرق اللي انت ناسيه واللي هو اسمه هو المتناسي نفسه في الحرب دي، الشرق برضو عنده مسار براو، حصل تحالف بين تيرك مناوي اردول بعض الحركات ما عارف الدرع الشنو بتاع، قالوا احنا والله دارين نشارك الكتله دي لكن كده ديل الحريه والتغيير مشوا للبرهان، قالوا يا اخي الحكومه بمن حضر محمد الفكي طلع حددها، قال يا اخي يوم 11 حنعلن، يوم 6 حنعلن، يوم 4 حنعلن، وقبل ما تصوموا رمضان حتكونوا بحكومتكم الجديده. كلامه ده فوق كلام منه من ناوي يبقى انقلاب. محمد الفكي كان بيدعو الانقلاب، هو في سلطه قائمه من ضمن السلطه القائمه دي بعض احزاب الحريه والتغيير، من ضمنهم الحركات المسلحه، من ضمنهم جبريل ومناوي قاعدين في السلطه وهم جزء كانوا من الحريه والتغيير. محمد الفقيه قال لهم انا هعلن حكومتي يوم 6/4 واول من تخش رمضان حتخش بحكومه جديده. مناوي جبريل ما كانوا موافقين، ده اسمه انقلاب لانه مناوي حاكم اقليم دارفور وظيفه دستوريه محمي بالدستور باتفاقيه جوبا، انت تيجي تقول لي انا هعمل لك حكومه ده اسمه انقلاب؟ ده اسمه الانقلاب، ده اسمه الانقلاب. الحرية والتغيير على لسان ستة من قادتها بما فيهم مريم الصادق شغلنا الفيديو حقها، قالت عندنا آليات لو ما استلمنا السلطة دي بالإطاري عندنا آليات حتطورها وحتشوفه. خلاص كده بقت واضح علاقة الأحزاب مع الدعم السريع. أنا هسي داير كلام واضح قبل ما نمشي المرحلة اللي بعديها، المرحلة الخطيرة بتاعت الاتفاق أو اللقاء بتاع جوبا. في المقام الأول أنا لا يمثلني برهان ولا أثق في برهان، تاني نعيد أنا لا أثق في برهان ولا يمثلني برهان وما عندي شغل بحاجة اسمها برهان. العربي واضح هاي. الحاجة اللي حتمشي تعملها في جوبا أو في المقبل الأيام حتعملها أنا ما عندي معاه شغلة. خيارين أنا حقوله لك الآن، الجيش في الشارع ده هو الحاكم الدولة دي الآن، وهو المسؤول من الأرواح، وهو صاحب القرار، وهو تعليماته في بندقيته. والجيش ده لا بيلموا تاني سعودية، لا بتلموا محمد بن سلمان، لا بيلموا قطر، ضباطه ده لحد دون النغيب ده بيشيلوك وبيشيلوا جابك ذاته.
الحاجة الثانية كلمتك قلت لك الشعب السوداني ده المرحلة دي هيسمع حاجة اسمها جيش موازي، دولة موازية. الخدعة اللي وقع فيها دي تاني ما بتقع. يعني الولايات اللي انت شايفها دي يا برهان اذا حصل فيها تلاحم بين القوات المسلحة والشعب خطوة واحدة شرارة كده، شايف هسه الليلة موضوع التروس ده بدأ ينتشر هسه في الكدرو والدروشاب جايبين بوكلين كبير حفر جد، لانه في شغل بتاع اوردرات بتاع عشا كباب مطلوبة بكرة في بحر ان شاء الله، الناس دي تتعشى الصباح تتعشى الظهر كباب جد. فالجماعة دي حيعردوا من هناك حيخشوا تاني يمشي على الحلفاية الليلة برضو تبلوا في الحلفاية 23 تاشر والجيش مسيطر. احنا دليل سيطرة الجيش بكرة محطة الموية حقت بحر تشتغل، ما العربي واضح اي حمد تيجي لنا في القصر والإزاعة اعلن بيانك. طيب اول حاجة خلوني احكي لكم بكرة عن حميدتي تمام، هو الناس كن ونسة ظريفة كده. حميدتي انا جايك من حيث لا تحتسب، يا برهان السودان ده ما السودان اللي انت بتعرفه، السودان ده تغير والناس دي اخذت فراسة وفهمت الدرس وعدوا. شوف تعليقاتهم في اي حته، شوف راي الناس. الناس اللي مشوا الاغاليم ديل ضيوف بالمناسبه، مشوا يامنوا اعراض حيقعدوا ثلاثه يوم حق الضيافه، لكن الحوار الدائر بين الناس شنو؟ انه يا اخواننا احنا نكون جسم هنا، نكون كيان هنا، السلاح حنجيبه من وين؟ حنرجع الخرطوم ولا حنحاصر من هنا؟ الناس اللي قاعده في الاغاليم دي بالمناسبه ما مشت تترقد في السراير وتسمع الراديو وتستمتع بالريف، انت ما ماشي في الرحله صيفيه. الموضوع ده اسمه تكس وارجع. مرقت من بيتك غدروك حلو، ما فاهم حاجه جميل. الاغاليم دي هناك فرشوا ليك انا قريب دي تاخذ ريست يا معلم، تخلى اولادك في حفظ الله تودعهم وتبقى مارق. تبقى مارق يا زول، بيتك ده اللي حيرجعوا لك منه؟ رغيب اول ده الحس انت مكوزنه مطلع عليك على كرتي ولا حميدتي بعدين اتفضل عليك اديني الخيارات. تمشي تبوس لحميدتي كراعه عشان يطلع العسكري ده من بيتك؟ خيارات شنو؟ ولا العسكري بتاع الجيش ده اللي هو الرغيب اللي انت مسميه جيش علي كرتي وديل الكيزان سايقين الجيش، انت دار منه طلع لك بيتك ده؟ تقوم يا زول تفيز على حيلك وشوف لك شغله، تشوف لك كلاش تمشي، تشوف لك شغله تقضاه. بيتك ده ترجعه براك. بيتك ده ترجعه براك، تكون عارف انه المرحله الجايه دي ما رقاد يا زول. العالم ده كله متفق على السودان، السودان ده دولة بتاعت معابر، خطوط بتاعت تقاطع 700 كيلو 780 كيلو فاتحة في البحر، إسرائيل ما بتسمح إنه زول يعمل حاجة في المينا ده إلا بعلمها وإرادتها، 8 دول الفاتحة في البحر الأحمر ده، ما في زول يقدر يبني قطية ساي، حس أنت ما هو ده اللي عندك الجربيه هون الفاتح عروة الكويت بتاعه، بدون علم إسرائيل ما تعمل أي حاجة في البحر الأحمر ليوم الدين. ما حيخلوا الحته دي ترتاح، جهزوا المينا حقهم بتاع ابو عمامه، جهزوا خط السكه حديد، ما قلنا الكلام ده من بدري، معناها البلد ده حتتفصل، وراها الدعم الحسريه، وراها الحركات المسلحه، وراها راسماليه ماسونيه اسامه داوود، وراها عمد خونه. السودان ده ما حيرتاح يا اخواننا، دارين تضيعوا مرحب حبابك، جهز قصريتك اللي حيدوك فيها القمح والاكل والمويه والشراب وشوف لك معسكر تتلصق فيه بس. دار تعيش بكرامه ودار تعيش براحتك، انا ما عندي معك شغل. انا اللي في راسي بقوله وبسويه. ما شايلك معي اصلا. كلام ده يا زول اتفقنا عليه ومرحب، ما اتفقنا عليه والله هو ده الشارع بيننا. والحرب الاهليه اللي بيتكلموا عنها ناس قحط حتكون بين انصار القوات المسلحه وانصار الدعم السريع، والشارع ده بيننا يا زول. ما هو كلام موضوعه واضح. الليله انت بتفاوض في حميدتي في ما لا يستحق. الحاجه الثانيه قلناها قبل شويه. الاحزاب تدينا بيانات واضحه، المعانا منو يا اخوان؟ انتوا منو؟ احنا الجيش. الجيش انا هسه تيجي تقول لي انت مع الجيش يا صرفة طلعت انك كوز واثبتت، منو اللي حيقول الكلام ده؟ ال 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 العجوز الخرفان اللي بتتمسح بالديانه ولا بتاع الفنين الحمراء ولا حنان حسن؟ هو في زول قحاتي يا اخي، انت القحاتي ده محسوب؟ القحاتي ده بكون ماشي معاه ملك واحد على الشمال بس بسجل له سيئات. ما عند ده ما زول اصلا يعني حي منو في البلد في الكوكب ده منو دارج يقول لي انت كويس ولا ما انا مع الجيش ده يا زول، جيش القوات المسلحه، انا مع القوات المسلحه سميه ما اسميه، انا مع الجوجو ده يا زول، انا مع المحموله جوا يا زول، انا مع هجان، انا مع اي كاكي اخضر بتاع الجيش انا معاه يا زول. تاني عندك شنو؟ عندكم شنو تاني؟
انتوا ما واقفين مع الدعم السريع الكتل، والدعم السريع اللي انتوا قمتوا عليه، والدعم السريع واحد من اسباب اسقاط حكومه البشير. قلتوا نحافظ على جيشنا مؤسستنا الوطنيه، سكتنا عليكم، قلنا لكم ما تخطوا الدينكم مع العساكر ديل، مشيتوا اتفقتوا معاهم. ما انت نفسك يا مدني 30/6/2019 طلعنا لك 17 مليون. اتحاصروا اكثر من 25 شهيد في السلاح الطبي، انضربوا الشمس فوق. جيت قلت لنا المسا امشوا الميادين بتاعت المولد ولعوا شموع، حصل ولا ما حصل يا مدني؟ عشان تمشي تتفق في الاتفاق الوثيقه الدستوريه تقعد مع العساكر ديل ذاتهم، جاي الليله تعايرني بيهم؟ زول بيحمل لي في روحي، بيحمل لي في بيتي، زول مخلي اولاده واسرته، انا بفتش انه امرق اهالي بمصر ولا امرق اهالي بجنوب السودان ولا باثيوبيا، هو اولاده ما في زول بيسالهم منه. تيجي تقول لي يا اخي والله دي الله الجيش ده فوق ابو امك ذاته، فوق راسكم. طالعين لنا ال 39 ما مسحناه ليكم، اس الناس دخلوا الصفحه دي جديد ما عارفين المين دي، احنا خضنا فيها جولات عشان نواعيك، زحينا لك قرف انت ما كنت متخيله قدر شنو. يمارسوا عليك التضليل، حاسي انا مع الجيش ده. انا مع الجيش، المع الجيش ده يقول انا مع الجيش، الما مع الجيش ده يقول ما مع الجيش، عشان نفرز قولنا ده من حسي. الاحزاب المدنيه كل الاحزاب تطلع لنا بيان واضح، يا اخي انتوا مع الجيش ولا ما مع الجيش؟ الما مع الجيش حزب واضح ورئيس واضح، بكره يكتب في صفحته انا ما مع الطيارات المسيره ولا مع الكبابجي ولا مع السخوي ولا مع المشا ولا مع الدوشكا ولا مع الجوجو، وما بيتي ده ما في زول يجي جنبه، ادي له الدعم السريع يحرسوا لك بس، كون واضح. احنا ما نكتل عساكرنا ده عشان حسن تيجي تتفاصح في الناطق الرسمي ولا تقل ادبه. ولا عروه الصادق يجي يقول انا ما احضر السودان، احضر السودان كيف؟ ورينا وري الجيش ده بيتك، اكتب في صفحتك، قول عنواني كده الجيش ما يجي داخل الحته دي، ريحهم، كونوا واضحين. حزب الاتحادي جناينكم قاعد فيها الدعم السريع بيضربوا ليهم، اسامه داوود حسي حتته دي كان فيها كم 40 تاتشر الصباح ضابحين له الناقه، الرجمون لما فيهم حاجه، شوان هون والناقه. هون والناقه، شفت الضابحين نادي لسه ما فطروا، الشو كلهم بيتات شراتهم. وسام داود دار مزارع دي اي تطلع بيان واضح انك مع الجيش، عندك مساحه بتاعت منطقه اسمها سوب الاراضي، مدينه كامله حارسها لك حس الجيش، بيموتوا فيها اللي هو 26 يموتوا لك فيها، استبسلوا فيها، داير معاهم قول بيان واضح، ما داير معاهم تطلع برا طوالي كلام كثير ما دايرين، هسه في اتفاقيه النازل حيمشي وقعدوا تمام، الدائر يقعد فيها ده يشوف الممثلين والدعم منه، الما داير يقعد ده يكون معانا في الشارع ده. دوشكتك دي بس يا زلمه مربوطه لكم فوق راسكم، والله جد. ما دارين حرب يا صرفة، دارين سلام، طيب الحل شنو؟ انا امرق الدعم السريع ده كيف؟ حنمرقه باتفاقيه، حتديهم شنو في الاتفاقيه؟ حريه وتغيير، تعالوا اقعدوا بالراحه وريوني سياسه، حتديهم شنو؟ حنديهم المطالب حقتهم، جميل جدا، حميتي ممكن ياخذ منصب رئيس جمهوريه السودان؟ وارد؟ ايوه، رئيس وزراء؟ ايوه. هل الدعم السريع عنده الاحقيه في الاتفاق ده يعين رئيس الوزراء وينتخبه؟ هل الاحزاب المدنيه حتكون تحت مظله الدعم السريع؟ جاوبوا لي قبل ما نقعد في الواطط، قول لي يا اخي لا للحرب. ما في حاجه اسمها لا للحرب، لا للحرب معناها الدعم السريع بعد ستة اسابيع حيلف ويجيني ثاني، بعد ثلاث سنين حيلف ويجيني ثاني، بعد اربع سنين حيلف ويجيني ثاني، وين كتائب حنين بتاعت حزب البعث؟ ودي شابكنا يا اخي لا ودي ده يا اخوانا ودي ده استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، سؤال كده. خلق الله الشجر لنستظل منه والثمر. لماذا خلق الله عمدوك ودي؟ لماذا؟ يعني ادينا اسباب، ما كفر ولا الحاد. خلق الله الماء عشان نشرب منه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله عز وجل بين الاسباب ولتركبوها ولكم فيها منافع والسماء ذات البروج عشان ولن تصعدوا الا ربنا سبحانه وتعالى ادانا الحكمه. لماذا خلق الله وجدي صالح؟ لماذا خلق الله وجدي صالح؟ بعيدا عن المزايدات واستسهال الكلام تحت دخان الحرب وويلاتها، الكلمة كالرصاصة حينما تخرج لا يمكن استعادتها، نقطة. نحن لسنا محايدين في هذه الحرب، ده استاذنا منه؟ وجدي صالح. عشان كده أنا بسألك لماذا خلق الله وجدي؟ لماذا؟ السبب شنو في رأيك؟ يعني وجدي ده حيضيف للكوكب ده شنو؟ للبشرية لإعماره. كلام زي الرصاص ده حزب البعث حزب الثورة يا صرفة، رد كان راجل تم باقي كلامه أتمه لك يا زول. قال شنو؟ قال بعيدا عن المزايدات وجد الضايق، قال واستسهال الكلام تحت دخان الحرب، يعني انت بتتدسسوا بس، داير يقول صرفة المدسي لكن جابه بطريقة ظريفة.
قال الكلمة كالرصاصة حينما تخرج لا يمكن استعادتها. والله احنا الكلمة اللي بنمرق لك ما دار نعيدها، وانت جزمة ابن جزمة كلب، انتهينا عشان نخربها معاك للدين. ثاني قال نحن لسنا محايدين في هذه الحرب، معناها شنو؟ زول يقول لك انا ما محايد، معناها حيوريك الطرف الثاني اللي هو معه، صح ولا غلط؟ عمل نقطة طوالي، قال نطالب بوقف الحرب ونعمل من اجل تحقيق ذلك. وجدي صالح بيبي معلش، الزول ده قرا لغة عربية وين؟ نعيد ثاني. وجدي قال يا اخي حينما تخرج لا يمكن استعادتها، نحن لسنا محايدين في هذه الحرب. انا حوالي حفهم ان وجدي حيعلن موقف ويا من الجيش الدعم السريع. عمل نقطة طوالي نطة، قال شنو؟ قال شنو؟ قال نطالب بوقف الحرب. بيبي بيبي انت قلت ما محايد، كلنا احنا دايرين نوقف الحرب. العرب ده ما واضح حاجة؟ اي انا داير اوقف الحرب لانه اللي بتموت دي ارواحي، بلدي، سوداني، انا اللي بموت، انا الان بفقد اعضائي، انا الان بفقد حواسي، انا السودان، انا داير اوقف الحرب، انا متضرر. متفق معاك يا ولدي، انا ما محايد حسي، انا مع الجيش، سميته قوات مسلحه انا معه، قوات الشعب المسلحه انا معاها، كاكي اخضر انا معه، جوجو انا معه. تاني في كلام؟ عنده اسم تاني الجيش ده؟ عنده اسم تاني؟ صادع انا معه. ودي ابقى راجل ود رجال تلميذ صدام حسين، قول لي محايد بعديها نغطي مالك، ما تقول لي انت مع الجيش ولا الدعم السريع، امشي اكتبها في صحتك. خلينا ناخذ مواقف واضحه. الصوفية ما طلعوا علينا حاجة، الصوفية ديل الآن عندهم صيغة الغبلي وصيغة انتم مع الجيش ولا الدعم السريع، ما تقوم قوة 50 تاشر من الجيش يمسح سلاح مسيد، انت يا زول مع الجيش ولا ما مع الجيش؟ تكون واضح مع مريدينك يا اخوانا. والله احنا في معركة وحرب، لو حصل اشتباك بين الجيش والدعم السريع جوا المسيد، انتوا يا حيران تقفوا مع منو؟ الموقف واضح، انتوا حتلاقوا الله قريب، يعني الموضوع ده هسه تمشي واضح، ما تكون تموت مندهش. تكون عارف فئتك الماشي معاها تقاتل معاها، تكون واضح، لان الجيش ده هسه ممكن يحتاج لدعم بشري، محتاج للوجيست، محتاج البيوت دي قلنا لكم فتحوها للجيش يسكن فيها، يقعد معاكم فيها، يحرسكم، مشيتوا خليتوها للدعم السريع وجايين مشغلينكم خدامين كمان. لا خدامين عديل. بيمشي لبتاع الفرن بيقول لها يا اخي اخبز لنا بكره، بيجيبوا دقيقه من اللي بيختاروا، بتاع الفرن شغال لما امن. والله يقرب يعمل يدين وهو ذاته رغيف. بس سمسم. موقفك واضح يا سيدي الكريم. الموقف بتاعك يكون واضح. انت معانا حدد الطرق الصوفيه، لجان المقاومه، البيانات الوهميه دي ما بتقسم معي. يا هداك الشارع، انتوا مع الجيش ولا الدعم السريع هسي؟ مع احزابكم دي شابكيننا لا للحرب، اقفوا مع دعمكم السريع ده بس علني. اما الكلام بتاع انه احنا قلنا لكم ورا الموضوع ده الكيزان. جميل. السجن بتاع كوبر فيه 4000، الان الامم المتحده بتتكلم عن كارثه امنيه في السودان لا يمكن محاصرتها في الفتره القريبه. قال شنو؟ قال في 20,000 سجين مطلقين الان. سجن كوبر فيه 4000. سجن الهدى ذاك فيه 7000. لما نتفك سجن الهدى بعد كم يوم حتتفك سجن كوبر، لماذا لم تخرج السفيه الحمدابي او كل يتكلم عن اطلاق السجون وكسر السجون؟ كسر السجون يا هداك الدعم السريع. الجيش قال الليله انا متحفظ على رموز النظام السابق، قاعدين في مستشفى عليا. الجيش واضح ولا ما واضح؟ واضح، شالوا من كوبر ودونا عليا، لانه انت جوه بيتك في كوبر كان التدوين ده جايك، والناس في كوبر رحلوا، قاعدين جوا عساكر، قاعدين مع مساجين، فكوا المساجين لانه العساكر بتاع الشرطه ما قادرين يحرسون، ما مهيئين ولا مسلحين في مقاومه اي اقتحام للسجن. فكوا الناس، قعدوا العشره ديل ومعاهم اربعه خمسه عساكر بتاع الشرطه، ديل عندهم اولاد وعندهم بنات دايرين يمشوا يشوفوهم وبيوت. ارواحهم ما ارخص من ارواح الكيزان ولا ارواحك انت. مرقوا خلوا السجن ده فضه، انت كحزب حريه وتغيير ودعم سريع، الدعم السريع لما اقتحم سجن الهدى سال 28 نفر، منهم اربعه طيارين،
كل الناس اللي في السجن شافونه بشهاداتهم، الحرية التغيير ما تكلمت، إطلاق السراح المساجين ما تكلمت، المجانين ما تكلمت، النيجرز في الشارع ما تكلمت، بيجي بيقول لك الحرب اللعينة ويلات الحرب دخانة. أسمع العربي الباطل ده ما تقوله لي. أنت عندك تصريحات قلت دايرة حرب، حس جاتك ما تقعد تجرس. شفناك يا عمر قمر الدين بتقول لا للحرب وراكب الطيارة في بورسودان بجلابيتك زي ود الطهور دارت تتخارج. شفناك يا آمال البسطاوي ولا السبطاوي الصباح منزل لنا بوست في بورسودان حرساك القوات الملكية البريطانية. أنا أنت قبليها قبل الحرب دي بثلاث يوم كاتبة في صفحتك والسودان كله شافها. أمشي صفحة آمال بتاعت النسوية وبتاعت حقوق المرأة عاملة ليها ورشة عشان تعدل القوات المسلحة وتعيد هيكلتها. طيب أنت مش دارت تعيد هيكلة القوات المسلحة؟ أيوه ما هي داسي قاعدين يعيدوا لكم فيها. نعم انت مش معترض في شنو؟ انت انتوا دارين شنو يا اخوان؟ قلتوا حل الدعم السريع، واحده من ادوات حل الدعم السريع انه نقوم معه حرب، حسي قاعدين يصفوا لكم فيه. قيادات متمرده على الدمج والحل قاموا رجمون. ثاني دار شنو انت يا قحاتي؟ وريني. قال هيكله القوات المسلحه قاعده هيكلوا لك فيها، من اربع سنين ما فتحت دفعه جديده كلهم 500 نفر، والدعم والجيش اللي نزلوا فيه معاش بالملايين حسي في الاربع سنين، نزلتوني انتم بتوصيات منكم يا قحات، محمد صديق ده واحد من الادله. هيكل القوات المسلحه قاعده هيكل لك فيها حسي. قاعدين يموتوا في الشارع بيفرتقوا فين؟ انت مش قلت يا سير عرمان الجيش نواه الدعم السريع؟ حسي ده الحاصل. في ندوة حاضرة وجديدة ذاته اللي ما بيقدر ينكر، وبآلتنا الإعلامية قدروا يمسحوا الفيديو بتاع الندوة ده بالمناسبة، لكن احنا قاعد عندنا يعني. دائرة هيكل القوات المسلحة عسي قاعدين هيكلوا لك فيها. داير شنو ثاني؟ ما عجبك القوات المسلحة، الأحياء دي كلها محتلة، عندك الصبابي ده قاعدين فوق الدعم السريع من بدايته لنهايته. وعمك ذاته قاعد فيه، وبكره ان شاء الله بيمشي له الاوردر بتاع الكباب يتبلى زي الترتيب. امشوا طلعوه يا كتائب حنين يا حزب الامه. حس حزب الامه بالانصار بالسياسيين برا المعادله حقت القوات المسلحه. كلام اللي قاله عروه الصادق، قال الامه حزب الامه لا يساند القوات المسلحه. يا اما يطلع بيان من حزب الامه، يا اما القوات المسلحه تقول الما معانا حسي. ما الكلام اللي قاله الحوري في صفحته؟ لا بيان عديل. الأحزاب الموقعة مع القوات المسلحة يا تعلم موقفها واضح يا زفة. طيب في دار يعني الناس دار في الدعم السريع في غرب دارفور نهب المؤسسات الحكومية ومغر المنظمات الأممية والمستشفيات. ناس غرب دارفور عندكم الحاكم بتاعكم اسمه مناوي، أنا ما عارف مخندق وين. مناوي يا أخي دارين موقف واضح من اللي بيحصل في السودان. حركات المسلحة دي مع الجيش ولا الدعم السريع؟ منو الجيش قال لكم قبل المعركة دي إنه الحركات المسلحة ما بتقدر تفتح خشمها لأنه الجيش قاعد في ليبيا مقرش فهي في الحياد؟ لكن هل أنا بعدين حقبل إنه جبريل إبراهيم ده يكون وزير مالية وأنا أدفع له ضرائب؟ حاجة حتحصل؟ لا. فالناس اللي بتقولوا لا للحرب نقعد للتفاوض ديل بيحلموا. أنا لا يمكن أن أدفع جنيه لوزارة قاعد فوق راس جبريل إبراهيم ولا مستحيل. ما تقول لي اتفاقية جوبا وحتقوم الحرب، تقوم أي حاجة إن شاء الله. أنا ما بدفع ليه جبريل ده اللي ما لقيته. إذا ظهر إنه ما داري يدخل قوات ولا عنده قوات ساكت له ليه؟ مبارك أردول ده ميزته شنو حسي؟ مبارك أردول ده ميزته شنو؟ ده اسمه الطابور الخامس يا إخوان في المدنيين. اللي هم بجهزوا البلد والجيش والشعب لغمة سائغة للمتمرد وللمجرم وللقاتل. مدني بيحاول يقنعني بانه مجرم يحكمني. ده الحاصل في السودان. اذا فتحت خشمك بيطلعوك فلول. طيب من الشكاوى الواصلانة عشان احنا نوريك البلد دي احنا ذاته داقين فيها حجر دوش.
طيب أول حاجة نشكر ناس كسلة. قال: أكدت القوى المجتمعية بولاية كسلة ممثلة في القيادات المجتمعية والأهلية والمؤسسات والفعاليات الحية وقوفها في خندق واحد مع القوات المسلحة وهي تدافع عن كرامة البلاد وعزها وشعبها. وأكدت القوى في الاجتماع الأول للجنة العليا للاستنفار لدعم القوات المسلحة تقديم كل ما يلزم للقوات المسلحة من دعم مادي ومعنوي يساهم بصورة واضحة في تحقيق النصر في معركتها. ده كلام سمح جدا. كسلة بلغت يا إخوان. حفظ الله كسلة، حفظ الله الشعب السوداني في كسلة، أعانهم الله حفظهم الله. أيدوا القوات المسلحة وقالوا بدعموها بالمال والرجال وجاهزين. كل الولايات الباقية تبلغ لنا بالله. والمعركة بتاعت نفض النازل في الخرطوم قربت، هم جو المحرقة وحيتحرقوا. الولايات الثانية عشان بعدين ما تتجرس تقول ده دعم ومدد من الخرطوم، خليكم ساكتين بعدين الجيش ده بيسكت منكم. الولايات الثانية تبلغ، ثاني عندنا شنو؟ عندنا صرفة: سلام عليكم، نحن اتخدعنا من بتاع باص اسمه مصطفى محمد شغال سواق في عبد تونت، رغم تلفونه 249-96-38-75-209. قال لنا إلا تحولوا قروش الرحلة عشان أجيكم شارع الستين الساعة 4 صباحا. انتظرناه بنضرب له التلفون مقفول، مسح الواتساب بتاعه. النفر كان 183 مليون، احنا كنا 12 ومعانا أطفال، وثقنا فيه وقلنا خلاص في ظرف زي ده ما ممكن زول يسرق كده، لكن كنا متابعين معاه لحد ما لقى جاز. بس الحمد لله بقت علينا حرب وعدم نخوة في الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا والله رديت على الكلام ده، قلت لهم بكرة البص ده يسافر والناس دي تسافر. هنجي نتكلم عن موضوع السفر ده من هنا. البص اسمه عبد التوت، السواق اسمه أبو محمد، تلفونه 09-96-38-75-209. أول حاجة رسالة للفريق عبد المنعم مدير الشؤون المالية وزارة الداخلية والجوازات: وصلت الشكاوي من الناس في المعبر بتاع أرجين، كلف القوة القاعدة هناك إنها تشتغل 24 ساعة. القوة دايرة تغيير، الموضوع ده بيتم بتنسيق مع القنصلية السودانية في أسوان. الكلام الورق ده أنا ما بفهمه. سمعت فيديو للسفير السوداني في مصر، فقال يا اخي مسألة تجديد الجواز، مسألة التأشيرة، مصر بقت متشددة، الناس بيجوا هناك ما بكون ورقهم كامل، بيجوا بيترموا في الخلا. احنا دايرين نشرح للسيد السفير انه احنا في حالة حرب والتعامل يكون استثنائي. حتى لو مصر ما استقبلتهم انت ما تقول لهم ما تيجوا تتعبوا روحكم ساي تيجوا تترموا. هربوا من الاحزاب وهربوا من قحط وهربوا من المتمردين وهربوا من الدعم السريع. أسر وأطفال ونسوان، ده ما كلام بتاع زول قائد وحاكم. تجد حلول بعدين نجي نتكلم في إنه الزول جا ولا ما جا، هو هرب. السيد عبد المنعم، الفريق عبد المنعم، الباص بتاع سابنتوت ده ما يمر تاني من المعبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة الساعة 4 صباحا يا سابنتوت تضربوا للبيت دي تفتشوها. البيت اللي اسمها منى صلاح دي، تفتشوها باقي الليل ده. بكره 4 صباحا الباص ده يمشي، شايلين قروش بتاعت اطفال 10 سنه و12 سنه، شايلين 183 مليون في التذكره. 183 مليون دي كانت حقه الباص ماشي وجاي، بقيتوا تشيلوها حق الطفل وتقفل تلفونك، دي ما رجاله. وكانوا ماشيين معاك كلهم نسوان وبنات، دي ما رجاله. الباص ده كان ما يعدي المعبر. هسه احنا حنرفع بلاغ للسفير وللخارجيه المصريه والداخليه المصريه وللداخليه السودانيه، وجاني جواز اسمه ابو محمد في سابنتوت ده ما يدق له فيزا لو اذن. الباص ده في المعبر، هي دي شكوى، وهي مرسله معاها قروش بتاع الاشعار بتاع بنكك واستلامه للقروش، قفل التليفون حقه ومسح الواتساب. والله تاني ما ترجع الواتساب، والله تاني ما ترجع الواتساب. الحاجة الثانية، التذاكر بتاعت الجاز الآن توفرت في الخرطوم الليلة يا أخواننا، والبصات السفرية اللي كانت متحكمة في الناس ما تتخلعوا، ما تتخلعوا، سافروا على رواقتكم. الولاية الشمالية طلعت إنه أي بص التذكرة بتاعته تفوت ال 20 مليون ما يكون جاز من الشمالية. ما تقعدوا تقول لي لقيت بص وصاحبي وفردتي ويلا تلموا بتاع، ما تخلعوا روحكم. أمرقوا برواق، الشوارع فيها أمان، ممكن تمشي بعينك تشوف بتاع البص ده ما قرش قدامك، ما تديه قروش. الجهاز حس التذاكر بتاعته في كم طرمبة الآن، بكرة الصباح هتشوفوا الخرطوم دي فيها كم طرمبة شغالة، البساط ده هتجيف. الموضوع بتاع انه يتزوكم ده يجيف. والباص بتاع سابنتوت ده ما يعدي من المعبر ده. أي باص بتاع سابنتوت ده ما يعدي إلا الزول ده بكرة الساعة 4 تضربوا للبيت دي، باقي الليل ترجعوا. أقسم بالله ما تعملوا العملية دي إلا تفلسوا. والله إلا تفلسوا.
والله كله 3 دقائق اطلع عليكم اللايف، اقسم بالله العظيم اباضيكم كده لما انت امنوا. افتح الواتساب حقك اضرب للبيت دي، بكره الساعة 4 صباحا تمشي السوق هنا ال 12 بس، ما تزيد ولا زول، توصلوا لحد اسوان جوا. او غير كده اللي شيلوا شيلتكم. حس انا لو فكيت الجوكر ده الرسالة دي فكيتها للشباب ديل بيبقوك زي بتاع الترحال ده. اي زول عنده مشكلة مع بتاع بص يرسل لي، ما بسأل سواق البص، الشركة بس نمرة العربية، الشركة رقم تلفونه، تاني ما داير حاجة الا بعد ذاك تبيعه فول. بساطكم دي تأجروها غرف في 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 في, في المعبر، ما في زول حيركب فيها. نمشي قدام، بعد ما وصلنا هناك جاتنا رسائل كويسة، الناس يعني الناس في المبادرة حقت المبادرة حقت صابر الشريف الخندقاوي، أنا بحاول حس كنت أثبت التعليقات ما قدرت يا أخوانا، فشلت في المسألة دي، دار أثبت لكم التعليقات. الرقم بتاع صابر شريف الخندقاوي بتاع المبادرة 0-20-10-30-30-7-2-30. المبادرة دي في مصر يا اخوان. انا هحاول اشير البوست في الصفحة لانه ما قادر حسي اثبت تعليق ولا قادر لو ظهروا لنا هنا الصفحة. المبادرة دي يا اخوان حسي فكيناها قبل ساعات، الحمد لله ماشي كويس، يعني حيحصل تنسيق بين الناس. دي واحدة من البشائر يعني، يعني الحاجة السيئة اللي حصلت للبدي، لكن في يعني مثلا تهاني قالت حتستضيف 5 أسر لمدة الشهر، تهجر لهم 5 شقق، دي حاجة كويسة. رابطة الطلاب السودانيين في عين شمس ورابطة الطلاب السودانيين في جامعة القاهرة كانوا في اجتماع قبل شوية، وفروا 10 شقق كبيرة جوا القاهرة تستضيف أكثر من 20 أسرة، الشقق كبيرة، الموضوع ده كويس، دار تنسيق. نطمع شوية يا أخواننا. المدارس السودانية في مصر، أنا هتكلم عن الناس اللي مشوا مصر وماشيين مصر والفي المعبر، هحل لهم المشكلة. الناس اللي قاعدة في الخرطوم ومناطق التماس عندنا ليكم برضو حلول، ما حخليكم لا جوا الخرطوم لا برا الخرطوم، ما حخليك بس معي يعني نحل مشكلة الغريب. في مدرسة اسمها نور الإيمان بتاعت عوض شبو، مدارس الأكاديمية الأفريقية دكتورة بازر، مدارس الجودة دكتور عبد الله، مدارس بازر الكودة كبيرة جدا، مدارس الضفاف بادرت وفتحت أبوابها ونشكرهم. أي مدرسة سودانية في مصر أخواننا في حتات مدارس كبيرة ضخمة عمارات، فإحنا دار نعملها باك اب خط رجعة عشان الناس لو دهورت حالتها في خلال الشهر، بس ادوني شهر واحد الأمور بترجع طيبة والبلد بتستغير والناس دي بتجي راجعة، شهر واحد بس ما دار منكم حاجة. حس دي الشباب ديل حيتواصلوا معاكم، اتواصلوا في صفحة صابر شريف الخندقاوي، رسلوا له أي زول عنده مبادرة، أي زول عنده قروش، أي زول عنده تحويل لناس برا، امشوا الصفحة دي بتلقوا فيها رقم تلفون، الرقم بتاع التلفون اتصلوا عليه، والشباب ديل قاعدين متناوبين في الارقام، بدوكم ارقام حسابات المغتربين في السعودية في قطر في اي حتة، الناس اللي عندهم جمعيات بتاعت اهالي، لموا القروش، رسلوا مندوب في مصر استلم، اتحركوا مع المبادرة دي سوا. المبادرة دي بكرة حترسل بص شاحنات فيها موية للناس العالقين في معبر أرجين، لا بعرف إنهم جوا السودان لا بعرف إنهم في مصر، أنا ما بفهم الكلام ده، دارين أودي لهم موية، دارين أودي لهم سندوتشات، دارين أودي لهم لبن وحليب، دي حاجات تيجي من مصر. إذا في طريقة من حلفة مرحب، إذا ما في طريقة تخش من مصر بالمعبر تدفع عليها وتتشايلوها. الشباب الرابطة بتاعت عين شمس وجامعة القاهرة الكلام ده ليكم انتو، ده موضوع الموية ده بكرة بتاع عرقين ده الصباح اتحلى يعني.
ما دار لا ترسلوا مندوب لا غيره، تمشوا انتوا طوالي بشاحناتكم مويتكم تمشوا قدام. الحاجة التانية محتاجين بصات توصلنا ال 300 كيلو دي، في المعبر حتحصل مشكلة، سوقوا لكم 5 بصات بس قطعوا بقى الناس ال 300 كيلو وارجعوا تاني لحد ما نفضي آخر زول. في زول حيتحرك من حلفة، رجل أعمال ظريف لطيف شاب ظريف، قال حيمشي حيودي الخيم وحيودي مويه وتناكر مويه والحاجات اللي دايرينها حيتمها، حكون متابع معاه والحاجه اللي نقصت بيجيكم الراجع تتموها، يعني لا اشيل لكم البلد كلها انا يعني ولا شنو؟ ها أه؟ تقارن لي انصرافي وأسامة داوود حجيكم انتوا ديل. فحس دي 5 شقق ظهرت هنا، 10 شقق ظهرت هنا، المدارس دارينها خط رجعه. اي زول شغال في مصنع بتاع مراتب اخواننا بكره يتواصل مع الشباب ديل ينسقوا، دارين لنا دار لي 300 مرتبه في كل مدرسه، دار لي 300 مرتبه، دار مدرسه من المدارس تكون مخزن يا اخواننا. يعني لو جبت الدفار بتاع المكرونه في مصر كله ب 100,000 جنيه مصري، 5,000 دولار ما تهمني، دار اشتري الدفار بتاع المكرونه انزله زي ما هو، دفار بتاع عدس انزله زي ما هو، تمشي يا شباب معاكم البنات ومعاكم الاولاد وسركم الناس الساكنين، امشوا اعملوا لنا كرتونه، كرتونه فيها اكل كويس يستر الناس ديل، بس استروا لي اسبوعين اسبوعين بجوازك داقل لك فيزا جديد، اي ادوا زول كرتونه طوالي، ادوا زول كرتونه طوالي، اعملوا لكم سيستم سريع، تنزل بيانات الزول وتاريخ دخوله مصر، عرفناه ده داخل جديد، ما في حاجه اسمها لاجئ، ما في حاجه اسمها اعانه، ما في حاجه اسمها ما تكتبوا لي حاجه في الكرتونه ولا تسموا حاجه. مدرسه من المدارس تعمل مخزن، اي زول في العالم دار يساعد السودانيين اخوانه يتواصل مع الناس ديل تشتروا انت، والله يا اخي ده رجل اعمال انا حاجه احدد بالاسم اقول لك انت انت تشتري دفار بتاع مكرونه، ما دار كلام كثير، انا ما دار اسمع اعذار، انت تشتري دفار بتاع دقيق خلاص ما عندك حل، تديني ما عندي معك شغله. انت تشتري مراتب، حتشتري مراتب لا لو قاعد اتفرج فيكم ولا دارين شنو انتوا؟ يعني ما بعد شهر لو ما حفظنا الناس ديل حتحصل كارثه سياسيه، حصلت كارثه سياسيه حيطردوهم، حيطردوهم حيجوا برجلين وحيستغروا لك في حلفه، حيحصل لنا الامم المتحده حتنزل حتيجي تعمل معسكرات، حيقوم تاخذ لهم جوا المعسكرات، اذا مصر خطتهم جوا معسكرات ما بيقدروا يطلعوا تاني، وديل ديل ديل ناس فقدوا حاجاتهم في كده كده، لا بيت لا مال لا اي حاجه ولا مستعد للمساله دي. فادونا شهر نرتب الامور، انا داير مدرسه تتحول مخزن، انا سوداني قاعد في شقه ما عندي حق الاكل، عندي حق الايجار بس، اجي المخزن ده اشيل كرتونتي تحت الاسبوعين، 3 كيلو دقيق، 3 كيلو عدس، 3 كيلو رز، الشغل بتاع البشت انا ده ما بقسم معي، لا 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 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو، وكرتونة بتاعت بسكويت حقت أطفال، عندك أطفال أنت وضميرك، عندك أطفال يدوك كرتونة عصير ويدوك كرتونة بسكويت جد. أسبوعين ما نشوفك. مكرونة، عدس، سكر، شاي، لبن بودرة، علب، الناس اللي بتسمع في اللايف ده تتحرك تكتب تكتب أسماء، إحنا حنعمل في مصر الناس عندها وضع كويس، في ناس عندهم 5 6 عمارات مؤجرة، أنا ما داير منك شقة، داير منك قروش. امشي وقف لي بكره دفار بتاع عصير، دفار بتاع حليب، السودانيين اللي قاعدين مع اسر مع بعض 3 اسر في شقه ما بيقدروا يشيلوا الحاجه دي براهم. ما بيقدروا يشيلوا الحاجه دي براهم، مليون جنيه لو دفعتها انت اشتريت لنا دقيق وسكر بيشيل لي الناس دي اسبوعين، والله جد. بتحفظ لي مويه وشهم، ما بنكون في مضايقات مع المصريين، ما بنسمع فارق، بنقدر ندبر امورنا في السودان، اديني مهله بس شهر انت. الامور بتترتب ساعدني، لانه الفرقه دي لو ما سدت بعدين احنا حيطير لنا. ها تاني دار شنو انت صرف دار مستشفى، المدرسه تانية مستشفى، والمدرسه الثالثه دايره ملجا لكن شنو؟ في حاله الضروره، يا اخي والله ما قدرت تدفع ايجار شقتك طردوك، تعال المدرسه يوفروا لك انت واسرتك سكشن. المدارس دي كويسه، معدل الحمامات حقتها بتستقبل اعداد كبيره، الحيشان حقتها بتستقبل اعداد كبيره، دايرين الموضوع هادي، الامور بتاعت السودانيين والفوضى، انت جاي هنا ضيف. واقفين قدام المدارس والعمارات وعليك الله عن الجكس داك والغنبلة ديك والسمرجح والأمور بتاعتك دي، أنا ما دايرة خشمك عندك سيجارتك ودنيتك، وأنا ماشي وأشرح والمصريين ولاد بومبا ودارنا ورين كتاب وإحنا ولاد السان جوزيف، أمور الصالقة دي ما دايرة، يتلمى يا زول وتسكو الساي. المدرسة دي خشيته ما دارين فوضى مع الصمريين ديل، ما دارين أي فوضى، خشيت المدرسة بهدوء طلعت بهدوء، خشمك عندك، لا حفلة لا جاك تلفونك ده ما دار اسمع له أغنية ذاته،
شهر واحد بس. مدرسة ملجأ تفرش مراتب في الأرض كل حتة سكشن. العربي ده واضح؟ حس الكلام ده كله بيتجمعوا له الأمم المتحدة وبيجمعوا لكم تبرعات عشان يعملوا الكلام اللي أنا بقول لك فيه وإحنا ممكن نعمله في ساعات. حس إحنا عملناه وانتهينا. عملناه وانتهينا، لا دار غرفة عمليات، لا دار زول، ما دار أي حاجة. أنا قلت لك أعمل الحاجة الفلانية أعملها زي ما هي، لا تدخل لي فيها أحزاب، لا تدخل لي فيها صاحبتنا، لا تدخل لي فيها صاحبنا، لا نتصل بفلان في أمريكا، لا نتصل بفلان في أستراليا، لا لا ما تعمل الكلام، ما دار منك حاجة. الجروبات بتاعت مصر سودانيين في مصر ده جروب، الصفحة بتاعت صابر الشريف الخندقاوي حسي مفروض تستقبل الاتصالات، خش له في الخاص يديكم الرقم الشغال، عنده 3 ارقام مشغله وفيها 6 انفار قاعدين كل زول ماسك ورديه 3-4 ساعات بيردوا عليك وبسجلوا البيانات، انت دار تحول قروش بيردوك رقم الحساب، ما دار تحول هم قالوا بسدوا الفرق، والكلام ده كتير وانتوا ناس كتار، ما بنقدر. ما بنقدر. الحركه اللي بادروا بيها الناس حسي ما شاء الله في 10 شقق يتوفر السريع سريع يلا. تهاني براها تهاني براها قالت 5 شقق ومعاها ناس ممكن تزيد، انا داير الكلام الزي ده. احنا صرفه لكن مفروض ما داير اسمع كلام. ما داير احذر، ما عندك حاجه داير تقدمها ونتحرك مرحب، ما عندك لا. واحده من المدارس تعمل مركز بتاع مستشفى. الناس اللي عندها تامين لا عندها قروش حتجي ناس عيانه محتاجه محتاجه. يا اخواننا بس سريرين ثلاثة غرفة من الغرفة تحت المدرسة دي، دي غرفة كشف، دي غرفة بتاع زول داير ديرب، دي غرفة بتاع زول انا سريع سريع زول اشتري لنا سراير. بتاع المدارس دي اعلنوا لي حس يقولوا يا اخو والله احنا وافقنا. قولوا لي وافقنا انه احنا حنعمل مدارسنا، في مدرسة فتحت بابا، انا ما داير مدرسة بس تفتح بابا، انا داير مدرسة تتعمل مخزن تتملي من فوق لتحت سكر، دقيق، زيت، لبن اطفال، بامبرز، اي حاجة انت دايرة تخش تلقاها زي الدكان، زي الدكان. تجي انت تقول انا والله دار الحاجات دي، دي بتاعت الاسبوعين بتاعتك بجوازك تتعامل سيستم بس اسمك ما يتكرر. في ناس قيطانيه طبعا، احنا السودانيين فينا ناس حراميه، احنا ما اسر عاديه، احنا ما ملائكه، فينا ناس كويسين، فينا دكاتره، فينا مجرمين، فينا قتله، فينا 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 قحاته. فعليك الله عشان ننظم الموضوع سيستم سريع كده تعمل لي في لابتوب، ها يتوزع بين المدارس تمام، المدرسه الطابق كله تملي بسكويت، ما صعب ما صعب، 100,000 بتملي كله مكرونه، شنو يعني مكرونه؟ ها وين الاسماء؟ نقول اسماء، نقول اسماء، سكر باكيتات سكر عصير لاولادنا. انا ما بقبل بيت سودانيه تنوم في الوطن، ما حقبل كلام زي ده، ما حقبل كلام زي ده. داير الجروبات بتاعت الادويه في مصر، ها اعملوا لي جروب نسوان في الحله في مصر، اعملوا جروب، عندك عده زياده، عندك دواء زياده حق اطفال، عندك، انا ما داير حاجه مستعمل، ما في زول اخذت لي حاجه مستعمله. من هنا العرض يكون واضح عشان الموضوع ده كله ما يطرشق. جبت حاجات لاولادك للعيد ده ما لبستوهم توزعوهم لديل بالستيكر حقها مرحب، ما تخذت لي حاجه مستعمله خالص، انا ما بقبل الحاجه اللي سوداني. العرض واضح. فهات بتأذيني ما تأذوني، ما تاتش ماي هارت، فهمت؟ في زول هنا كتبت هي وحيدة ومعاها بنتها معاقة ودارة تطلع، قالت لي يا صرف أنا دارة أطلع، وين أنت؟ والله نوقف لك الحرب، ها؟ أصهري أقسم بالله نوقف الحرب دي، دي حاجة تاتش ماي هارت كده. الناس اللي بيكون عندها حوجة أنا داير يتواصلوا في هناك عشان تقدر تعمل طوالي. أنا ما داير حاجة قديمة، تمشي المصنع اللي بينزلوا بنشوف الدعايات بتاعت المصريين، دستة بتاعت بيجامات، دستة بتاعت كده، أمشي اشتري دستة بتاعت بيجامات، الناس دايرة تلبس. داير زول يعمل لي ديليفري بتاع دواء يتعمل الجروب ده، زول عندك موتر أنت، أيوة تمشي المدرسة تبلغ للمدرسة تقول أنا ديليفري، إخواننا دايرين توصلوا شنو؟ في الجروب يتكتب انه انا داير دواء فلان الفلاني من العياده حقتنا من المستشفى من المخزن حق دوانا، بكره طبعا المخزن حيتملي، مصانع الدواء ما قاعده في مصر، تشتروه بالقروش تشيلوه بالدين، انت انا ما شغلتي. الاوضه دي تتملي دواء ضغط، الاوضه دي تتملي دواء سكر، الاوضه دي تتملي انسولين، انت في حتتك يجيك، ما قاعدين هناك انتوا صح؟ سايق موتر، ايوه توصل الدواء للزول. داير شنو تضرب عديل تليفون تتخطى ارقام، انا داير الموضوع ده في شهر احنا نقدر ندير الموضوع، انا ما دايركم تشردوا. أنا ما داير كنت الشر، الموضوع ده بسيط، والله الأمم المتحدة الكلام ده كله يصرفوا فيه 90 مليار وما يجيكم أكثر من 5 مليون دولار، بنانا بنسويه، والموضوع ده بنعديه، الموضوع ده بسيط ما في حاجة.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحرب بيجي بعديها الإعمار، والحرب بيجي بعديها الحرية، والحرب بيجي بعديها الصناعة والتطور. الأسلحة اللي انت شايفها متطورت في الحرب العالمية الأولى، الميديسن اللي انت بتاخده والمضادات والبنسلين بتين اتطور ما في الحرب، الرياضيات، الشفرة، الكمبيوتر، التلفون 01 اللي انت بتتكلم به معاه ده، الخوارزميات بتاعت الإمام الخوارزمي المسلم العربي ده هو جابوها واستخدموها بتين ما هو ده، كل الشفرات ده الحرب بتجيب التطوير. شفنا اليابان، شفنا احنا ده أول مرة جينا، الكعبة دي اتضربت، شال الحجر الأسود شالوه القرامطة 21 سنة دقوا الكعبة دي منجنيق، بيت الله ذاته، نعم بيت الله ذاته دقوا منجنيق. دي الدنيا كده يا زول، القوي بيحزم المسألة، عشان ما تيجي تقول لي ربنا ظالم بيشوف الأطفال بيموتوا، لا لا لا، أنت في الكوكب ده أعمل ونحن بنحاسبك قدام ربنا، قال لك خلاص حصلت الموضوع. نلوم الحرية والتغيير ده اللوم ده خلي علينا احنا، ده ما شغلتك، ده ما شغلتك. طيب هو تفتكر انه ديل الدعم السريع ولا الجيش الصرفي؟ بدينا ما فاهمين، ما تفهم، ده ما موضوعك. حسيت عندك اطفال زغب صغار ها نأمنوا لك، تأمنوا، ده دورك، احنا نساعدك تكون مطمئن وانت تطمن اولادك. حاضر، احنا الاولاد ديل ما يفزعوا، والنساء ديل ما تنتهك اعراضهم ولا يترموا في الشوارع، الكلام ده احنا ما بنقبله طبعا، ولازم يكون في زول ثابت واقف سنداله عشان يقدر يحل المشكله. بعدين نيجي نبكي بك ملحوق، ما في مشكله، دار تبكي في شنو، احنا نبكي معك بعدين، خلينا نحل المشكله. حس الله يصرف شاله حاجاتنا، هاي عارف، تعال هبدا من دي الكلينكس، تعال نبكي يلا، ما هم حس قاعدين في حاجاتك، الحل شنو نخليها لهم، حيشيلوا حاجاتك وحيشيلوا حاجاتك جوا وبرا واشياءك. موضوع توزيع الأدوية ده حيكون معاه المعجون، الصابون، زول اشتري لنا 50 كرتونة بتاعت معجون، السودان ديل تسوقوا حقاني اللي جدا في الجماعة ديل بنقول لين تسوقوا ما سنانك صفراء وبتاع وشنو احنا احنا ذاتنا سنوننا صفراء بس عشان لوننا اسود بيصهر كده عامل عكس. فرشة أسنان هاي أسرة جديدة، أيوة عندكم والله علبة بتاعت معجون، عندكم صابون، عندكم حنشتريها، في شنو المشكلة؟ وين ما المصانع دي في مصر يا أخوان، حمشي بسعر الجملة، حجيب الدفار كله، حجيب دفار بتاع معجون، حجيب دفار بتاع صابون، حنزله في المدرسة، حاخد شباب ظريفين أمينين سودانيين رجال طلعتنا الحرب والمعاناة وشظف العيش، مشوا قدامنا مصر اتحملوا خلاص، معلش ربنا كتب كده أخواننا، ودي معاناة ودي ابتلاء ودي امتحان، وزلزلوا زلزالا شديدا. تكلم عن النبي وأصحابه. أنا أولادي صرفة ما بحبوا يأكلوا الأندومي، معلش يا بيبي إحنا في حرب، يأكلوا أندومي حسي. أنا والله ما بقدر أنوم مع ناس غربة، معليش طبيعتك دي في بيتكم، هين أنت قاعد مع ناس ضيف تستجيب لمطالبهم، ما داري السخط والمساخة بتاعت دخلت بيت، والله يا أخي ريحة الكشري أنا ما بحب، لا لا معليش حاجات بتحبها دي تحتفظ بها لنفسك، اختبار تشوف أحاسيس جديدة جواك الله خلقها ما جربتها، معاناة كده ما جربتها، فهمنا؟ إحنا في حالة حرب مدة شهر، حنرجع أمنا روحنا، رجالنا وقفوا على حيل، عدلوا المايلة. الناس دايرة تعمل ترس مرحب، دايرة تمشي تخد كوماج مع الدعم السريع مرحب. طيب حلو، ولاية النيل الأبيض والجزيرة آمنة، كلام جميل، دورات المياه صروفي. في موضوع المدارس دي دورات المياه دي أنا شايفها كويسة، لأن بتستقبل لها مثلا 1000 طالب، فبيكون في توزيع بتاع حمامات بطريقة كويسة، الناس بتقدر تخش بانتظام. ده احنا المدرسة دي ذاته عشان نفروش والناس تقعد فيها، ده باك اب للزول اللي ما عنده، الزول اللي مشى سرقوا له قروشه، الحتة ما لاقيها تتفرش، المدارس دي بتتفتح. ولاية عطبرة، عطبرة الشباب فيهم بس ما نزلوا لنا أرقام هنا، عطبرة لو بيسمعونا، عطبرة فرشوا مدارس، جهزوا بيوت، جاهزين لاستقبال الناس، عطبرة جاهزين، عطبرة جاهزين. الكوستي يا اخوانا بيسالوا الامداد بتاع الاكل، شباب اللي شغالين في المساله بتاعت استقبال الاسر في كوستي، في كوستي اذا في زول جاهز في كوستي داير لنا 5 6 شوالات عدس، 3 شوالات عدس طيب، دقيق، سكر، زيت، اذا في زول في كوستي، لانه الشباب ده بيوزعوا بيستقبلوا في البيوت، في 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 نقص في الامداد، داير لي زول كده جلابي يقول لي يا اخي اسمع الدفار جاهز، وريني رقم الزول اديني نمشي ننزله له في
في بيتهم او تكون موزعه جاهزه مقسمه. ده في بالنسبه لكوست عبره جاهزه يا اخوان. تاني حاجه سريعه قبل الناس ما تطلع، احنا في الناس الجوا يعني الناس الجوا. طيب هبه قالت بقترح منطقه المكابراب الجنب عبره، دي كان بنوا فيها زي اسكانات كده، بيوت جميله جدا كانت افتكر تبع هيئه حكوميه وما تسكنت خالص. المنطقه الف وباء فيهم 1800 بيت مزوده بمستشفى ومدارس وكهرباء ومويه. المكابرات دي جم عبره نهر النيل. الوالي سامعني، والي نهر النيل بكره الصباح تدينا بيان عن الموضوع بتاع البيوت. 1800 بيت قال لك جديده كرت فيهم مستشفى وكده، نستقبل الناس الجايين من الشمال ماشيين على عبره وندخل الباصات الناس تقعد. ما خلاص نحرك لكم وين النفادي، ما شفنا لك شاحنه ماشيه عكس يا نفادي، احرقوها وتتحرك ان شاء الله 10 شاحنات، عندك 200 اسطول انت يا اخي، خايف على شنو انت؟ حرك الشاحنات دي من مصر جيب لنا دقيق، ادعم النازل شهر واحد يا اخواننا نقف مع بعض، ما بتكلفك حاجه. منطقه المكابرات دي يا اخوان الناس يعرفوها؟ قالوا فيها 1800 بيت جمعة برا، فيها مستشفى، فيها مدارس وكهرباء ومويه ومهيئه جدا للسكن. ها مراتب، بس مراتب ثلاثة شاحنات من مصر تجيب لنا 1800 مرتبة، دي فيها 1800 بيت، دارين أربع خمسة ستة ألف مرتبة. النوع الصغير اللي حافظك معاه ملاية ظريفة مخدة، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. وين الناس اللي في السعودية؟ في تلت ساعة احنا بنحل الموضوع ده. الناس اللي في السعودية تتواصلوا مع أهلكم في مصر، ترسلوا لهم الدعم هناك، يرسلوا الدعم ده يشتروا بيه دقيق وسكر وشاحنات تتحرك. ترس الشمال افتح عكس، تسوقوا الشاحنات دي تأمنوها لحد ما تخش عبرة، لحد ما تخش كوسي، لحد ما تخش الخرطوم. الأسواق فتحت، أبو حمامة جبيلك شغالة في أمان الله، سوق المركز شغال في أمان الله، أنت بس ما قدرت تمد راسك، مد راسك خلينا نساعدك. إحنا ما عارفين إنك أنت حي ولا ميت جوا بيتك. مد راسك قول لنا أنت قاعد، دار شنو أنت؟ دار شنو؟ قول دار شنو؟ تاني عندكم حاجة يا اخواننا، احنا حنتابع الموضوع بتاع المبادرة. الناس اللي سمعت الكلام ده تمشي صفحة صابر شريف الخندقاوي، حتلقى بيان، البيان فيه رقم تلفون. اذا ما ظهر التلفون لانه في البيان الاول ما كان ظاهر، اكتبوا لهم في التعليقات دارين رقم تلفون، داير تساعد قول داير رقم التلفون والحساب، داير تساعد بنفسك قول انا والله يا اخواننا داير اجتمع معاكم بكرة، وروني الشباب بتاعين رابط الطلاب. ربيع قال لنا، ربيع الدنيا قال السعوديه ترفع التمام، السعوديه ترفع التمام، مصر ترفع التمام، بريطانيا ترفع التمام، قطر ترفع التمام، الكويت ترفع التمام. اخواننا ديل اهلكم، انا براي ما بقدر اشيلهم، انا براي ما بقدر اشيلهم. احنا بنحارب وبنعمر، احنا بنحارب وبنعمر، حس احنا بندوس في العملاء والخونه ديل ونرد عليهم ونضحك حجج ونوقف ضد الدعم السريع وبيجاي نبني لاهلنا ونقف معاهم. احنا لازم تقيفوا معانا. الكلام ده ما تعب اسل جروبات تدور تعملوا صفحات تتحركوا، بكره صباح تيجي تقول لي يا صرفه يا اخ ما تخش لنا اللايف، اخش اسوي لك شنو؟